نتائج إيجابية سواء في الوديات. تنتظر أيضا زوز مواجهات ودية منتظرة شهر أكتوبر القادم ضد كوريا الجنوبية وأيضا اليابان قبل الدخول في الرسميات. أما الكويتي عمار أشكاليني اللي يطلق سفرته في اللحظة وصوت مي برنسيب. هذه محاولة للمنتخب التونسي، بداية قوية. رمضاني حاضر ليوسف المساكن بلمسة واحدة إلى وجه كشريدة على مستوى الجهة اليمين يوزع والكرة مازالت متواصلة للمنتخب التونسي والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق عيسى العيدوني. عيسى العيدوني يفتتح باب التسجيل تقريبا بعد 4 دقائق. العيدوني يسجل في مرمى محمد أبو جبل وفرحة جماهير المنتخب الوطني التونسي. بداية قوية، بداية ولا أروع من المنتخب الوطني التونسي ولأيضا لتشكيلة جلال القادري. والهدف الأول. هذه الإعادة بدأت من القائد يوسف المساكني الوجدي كشريدة وحمد علي بن رمضان في التمرير باليسار وعيسى العيدوني يتمكن من افتتاح باب التسجيل. تونسي العاشوري لياس العاشوري العاشوري الكرة التونسية من جديد ليوسف المساكني وهدف ضد مرميه. هدف ضد مرميه يسجل بنيران صديقي حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري 2-3 للمنتخب التونسي. وبداية قوية جدا للمنتخب. حمدي فتحي يسجل في مرميه وفرحة جماهير المنتخب التونسي وحائر المدرب روي فيتوريا مع البداية السيئة بصراحة المنتخب المصري أمام القوة الهجومية للمنتخب الوطني التونسي. أي بداية لمنتخبنا التأكيد بهدف ثاني. كرة بدأت من الياس العاشوري. صلاح عمر مرموش ضربة مخالفة مرموش تضرب في القائم تضرب في القائم والمنتخب المصري كان قريب من تذليل الفار كان قريب. محمد صلاح نفذ الركنية ترجع للمنتخب المصري والدفاع المنتخب التونسي حط الكرة في الركنية من جديد بعد نفذ الركنية من جديد للمنتخب المصري الرأسية من جديد فوق المرمى رأسية فوق المرمى. ترخت فرانكفورت الألماني في التحضير الكرة ويخرج قبل إلى يوسف المساكني حاضر من جديد إلى محمد علي بن رمضان التصويب تصويبة فوق المرمى ممتاز جدا المنتخب الوطني التونسي وتصويبة محمد يوسف المساكني يراوغ يوسف المساكني حاضر الكرة ما تسجلش علي معلول في حوار مع دفاع المنتخب الوطني التونسي حاضر من هذه الكرة حاضر من هذه الكرة ممتازة التدخل ممتازة التدخل من منتصر الطالبي الدفاعي نفذ الركنية والكرة بالراس الكرة بالراس من جديد أمامكم من المدافع علي جبر مين ترجع الكرة من جديد المنتخب التونسي لازم ارتكاب الأخطاء حذيري حذيري والتصدي ممتاز ممتاز من أيمن دحمان ترجع الكرة من جديد للمنتخب الوطني التونسي في توقيت 32 دقيقة لعب رفقي النتيجة مازال 2-0 هذا الحضور على حد الان هذه الكوره تسويق ومره ضربه ركنيه كنت استفاق المنتخب المصري هذا مفهوم علي جبر بالراس ترجع الكوره من عيدوني هذه التسويق الهدف الاول للمنتخب المصري كنت استفاق ورفيق المنتخب المصري عمر كمال في تسويقه من خارج منطقه الجزاء فاقت فاجئ وغالت ايمن دحمان لاعب نادي فيوتشر المصري يلعب محليا والتحيه من رويل المنتخب المصري محمد صلاح يرفع الكره توصل في جديد المنتخب المصري عمر كمال ثم تصويب التصويب من عمر كمال سحب الهدف الاول ما يلزمش ترك المساحات قدام عمر كمال ترجع مصريه هذه خطير صلاح ردوا بالنا من صلاح صلاح عمل تسديده يستنشق بالنسبه للاستقرار على الغار لعيسى العيدوني هذه المحاوله معلول علي معلول يرجع لكل يوسف المساكني يلا يا يوسف التحذير من معلول الى يوسف المساكني القائد ثم الكره اختير المنتخب الوطني التونسي ترجع من جديد العيدوني التصوير يعني قدم العاشوري يراوغ العاشوري يدور العاشوري باش يتذر التحذير للكره الى يوسف المساكني المنتخب التونسي يوسف المساكني اهلا وراوغ المساكني من جديد تواصل العمليه محمد علي بن رمضان الفريق المنتخب التونسي تنفذ بسرعه
يخرج أبو جبل مش متابعة للكرة الأخيرة خلال شهر أكتوبر. هذه التصويبة من بعيد من يوسف المسيح تنسيناه في الوقت من الأوقات في المباراة هفوة من جانب منتخبنا والحمد لله. ضربة مخالفة داخل منطقة الجزاء ومريان كمال يدخل على مستوى الجالس اليمين يوزع حذاري على غرام. هذه الكرة المصرية لمحمد صلاح وسهلة لأيمن دحمان سهلة دون صعوبة ضمن تصفية الكادر المنتخب المصري كيف كيف. وهذه كرة ممتازة وجد كشريدة داخل منطقة الجزائر يكون الهدف الثالث. يتدخل دفاع المنتخب المصري فرصة خطيرة سالحة سامي فرصة خطيرة للمنتخب التونسي دائما على المستوى الجهة اليمين الجهة اللي فيها وجدي. هاي المحاولة وجدي كشريدة على مستوى الجهة اليمين مصدر الخطورة في التوزيع ولكن دفاع المنتخب المصري كان قبل بعد كان أساسي ضد بوتسوانا اليوم بديل العربية من جديد. الكرة طويلة طويلة إلى مصطفى محمد التصويب خطيرة خطيرة التصويبة الأخيرة لمصطفى محمد على مرمى أيمن دحمان ويرفع الحكم من المرات القليلة يهاجم. هذه كرة داخل منطقة الجزاء يضيع يضيع عمر العيون يضيع عمر لعيوني فرصة كبيرة أمام مرمى محمد جبل كان قادر سيك والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه كرة المنتخب التونسي لعيوني يحذر لحنا بعد المجبري الثالث الثالث للمنتخب الوطني التونسي الهدف الثالث للمنتخب التونسي وفرحة جلال القادري. ممتاز هدف حمزة رفيع حمزة رفيع يسجل للمنتخب الوطني التونسي بداية قلت جميلة ونهايتها أيضا كانت جميلة للمنتخب الوطني التونسي بهدف حمزة رفيع في شباك أبو جبل ثالث أهداف المنتخب التونسي. كنت نحكي عن المعنويات جاء الهدف رفقي هدف أكثر من ممتاز من حمزة رفيع في مرمى المنتخب المصري. شوف البداية برمية التماس تمريرة حنا